كشفت وكالة الاستخبارات عن ملابسات جريمة قتل غامضة لأب من قبل زوجته وأبنائه في محافظة البصرة. وقالت الوكالة في بيان إنها تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لرجل محترق ومتفحم مجهول الهوية والملامح متروك على حافة نهر في ناحية الهارثة بمحافظة البصرة، مبينة أن تكثيف الجهد الاستخباري والتعمق في التحقيق مع زوجة القتيل وابنه وابنته ومواجهتهم بالأدلة أدى إلى اعترافهم بقتل المجني عليه وهو نائم ببندقية من خلال إطلاق النار على رأسه ونقله إلى باحة الدار الخلفية وإضرام النار بجثته حتى لا يتم التعرف عليه. في حين أوضحت الوكالة أن سبب القتل يعود إلى وجود مشاكل عائلية كبيرة بينهم أدت إلى اتفاق الزوجة وابنها وابنتها على تنفيذ الجريمة. ومعنا مراسل التغيير من البصرة أركان تقي عبر الهاتف. أركان، بعد التحية، هل من تفاصيل جديدة اتضحت حول هذه الجريمة وماذا أيضا عن الجهود التي أدت إلى إلقاء القبض على منفذيها؟ بعد التحية، في محافظة البصرة، تحديدا في أقصى شمال محافظة البصرة ناحية الهرثة، حسب ما ذكر زميلي العزيز، كانت هذه الجريمة ساعات قليلة، وكانت الجهود مكثفة من قبل قيادة شرطة البصرة وجميع جهازات العلاقة القضائية والأمنية. فالساعات وتمت عملية إلقاء القبض منذ يعني أزمة أو منذ يعني جائحة كورونا كوفيد 19. كانت هنالك يعني في محافظة البصرة سجلت نتيجة انفعالات وأضرار نفسية جرائم تنوعت بين قتل ابن لأبيه، أيضا كانت في قضاء أبو الخصيب بسبب الإدمان على المواد المخدرة، إضافة إلى أحداث أخرى سجلت بشكل متفرق وبأوقات متفرقة في محافظة البصرة. آخر هذه الأحداث هو ما تم يعني في ناحية الهرثة في أقصى شمال محافظة البصرة من قبل الابن والابنة والزوجة بسبب خلافات عائلية لم تذكر حتى الآن أنه ما سبب هذه الخلافات التي أدت إلى عملية قتل، خصوصا وأن هذه العائلة يعني لم تسجل لها سابقة في مركز شرطة أو سابقة في مشاكل في المنطقة. هذه هي يعني المشكلة وهذه هي قضية أولى وقام بهذه الفعلة. حتى الآن التفسيرات النفسية أو حتى التفسيرات القانونية بخصوص المحاكمة بخصوص صدور الحكم لم تتضح، ربما في أو خلال الساعات المقبلة سيتم إيضاح الأمور الأخرى، لكن المهم في هذا الأمر أنه الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة البصرة تواصل الجهود رفقة قيادة الشرطة قيادة العمليات. ومن المؤمل أنه أيضا يوم غد سيصدر بيان توضيحي آخر بهذا الشأن من قبل قيادة عمليات البصرة. نعم، مراسل تغيير من البصرة أركان تقي، شكرا جزيلا.